بس نروح لزميلنا فاروق صلاح على التليفون نتعرف منه بقى على الاجواء بعد المباراه ومستر سواريش قال ايه في المؤتمر الصحفي. مساء الخير يا فاروق، الف مبروك. الله يبارك فيك يا كابتن ايمن، يعني خليني اجدد التحيه بيك مره ثانيه يا كابتن ايمن وبكباتن مصر الكابتن شريف عبد المنعم والكابتن علاء ميهوب والكابتن اسامه عرابي والكابتن احمد بلال. ابارك لحضرتك وابارك لكباتن مصر وابارك لكل جمهور النادي الاهلي. ماتش ثلاث نقاط وثلاث اهداف واداء رائع من النادي الاهلي النهارده. النهارده طبعا يا كابتن ايمن في المؤتمر الصحفي مستر ريكاردو سواريش اتكلم في اكتر من نقطه. في البدايه اتكلم على شكر اللاعبين على ادائهم واشد بملعب الجيش ببرج العرب، قال واحد من افضل الملاعب اللي لعبنا عليها، واتكلم ان الملعب النهارده شكر مسؤول الاتحاد ان هم رشوا الملعب وده ساعد ان رتم الكوره يبقى افضل والاداء كان احسن بالنسبه للاعب النادي الاهلي. طبعا اتسال على الدفع بالناشئين وقال ان طبعا عندنا غيابات وعندنا اصابات، الوقت صعب بس الناشئين النهارده اثبتوا كفاءه. اتسال ان قرار مجلس الاداره الدفع بالناشئين رفع او خفف الضغوط عن الجهاز الفني وعلى اللاعبين، قال بالفعل الكلام ده صحيح وانا هنا موجود علشان احقق مصالح النادي الاهلي ومصالح الجماهير وانفذ استراتيجيه النادي الاهلي. اعتقد ان القرار ده يعني خفف الضغوط عن اللاعبين ورغم ان الوقت كان قصير لكن اللعيبه استوعبت الكلام والشغل اللي يعني اللي حصل خلال الفتره الماضيه. قال ده برضو جزء خاص بقطاع الناشئين وان احنا نقف على بعض اللاعبين علشان الموسم الجديد ده بالنسبه لنا، وده ما يمنعش حق اللعيبه اللي غايبه النهارده عن المباراه، هم شركاء النهارده في الفوز، انا مش هقدر انساهم. اتسال ان هل الفرصه ان هو يدفع باللعيبه الناشئين هل هيكون هو ده استمرار للمباراه اللي جايه؟ قال احنا في فتره تقييم طبعا واستعداد للموسم الجديد لكن انا لسه متمسك بالامل، واي فرد داخل منظومه النادي الاهلي او بيلعب باسم النادي الاهلي لازم لا يفقد الامل ويتمسك بالامل. قال ان اللعيبه الكبار اكيد منهم غيابات ومنهم اصابات لكن الفتره الحاليه احنا هنكمل المباريات باللعيبه الناشئين. اتسال ايضا عن النادي الاهلي خسر كاس مصر يعني وفرصه في الدوري صعبه، قال انا جاي عشان احقق بطولات مع النادي الاهلي واي فرد او اي مدير فني هيجي النادي الاهلي لازم يكون هدفه البطوله. انا عارف ان الظروف صعبه والمنافسين اللي معانا في البطوله اقوياء وظروفهم افضل لكن انا عندي ضغط مباريات، انا بلعب كل في 36 يوم لعبت 12 مباراه وده رقم كبير جدا ان خلال 36 مباراه خلال 36 يوم العب 12 مباراه مع كم اصابات كبير جدا من اللاعبين، لكن انا عندي ثقه ان الفتره اللي جايه هيبقى في فتره توقف فتره الراحه اللي حصل عليها اللعيبه الكبار او اللعيبه الاساسيه اعتقد هتدي فتره راحه هتدي افضليه ليهم مع بدايه الموسم، لكن انا برضو لسه متمسك بالامل والمنافسه على البطوله وبشكر اللاعبين. وطبعا احنا كمان ثلاث ايام عندنا مواجهه صعبه وعندنا مباراه ثانيه، بنقفل المباراه صفحه المباراه النهارده ونبدا من شغلنا من بكره ونستأنف تدريباتنا علشان نركز في المباراه القادمه امام النادي المصري باذن الله. عندك حاجه ثانيه يا فاروق عايز تضيفها؟ انا معاك يا كابتن ايمن مع كباتن مصر لو في اي استفسار او اي تساؤل. وخليني اقول لك ان النهارده جماهير النادي الاهلي بعد نهايه المباراه شجعت اللاعبين وندهت على اللاعبين وحيت اللعيبه الشباب، وهو شكر بالمناسبه كابتن ايمن يعني نقطه مهمه جدا ان هو شكر جمهور النادي الاهلي، قال انا بشكر الجمهور ان هم لحد دلوقتي بيساندوا وبيأزروا اللعيبه، انا بشكر جمهور النادي الاهلي وهو ده اللي انا اعرفه عن جمهور النادي الاهلي، وعارف ان جمهور النادي الاهلي ما بيعترفش بالاحصائيات ما بيعترفش بالارقام وبيعترف بحاجه واحده بس هي البطولات. صحيح. شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح. شكرا يا فاروق.